هل الموضوع المادي، لأنه أنا برضو عارف إن في حدود معينة دايما بتبقى موجودة في فرق المؤسسات زي طلع الجيش، حرس الحدود، وبنهنيه مرة تانية بالعودة في الدوري الممتاز الداخلية. طبعا مبروك الحرس الممتاز طبعا. هو برضو ما هو أنت عندك عين يمين وعين شمال، يا عين ربنا يكون في عونك يعني، ولا بطن أيمن وبطن أيسر يعني. كنت دلوقتي مدرب طلع الجيش، هل المقابل المادي ما زال عائق؟ يعني في أندية بتقدر تدفع وفي أندية بتبقى الفلوس عندها طبيعي جدا يعني، هل ده عامل لك عائق؟ لأن أنت كمان عندك مشكلة، عندك مهند لاشين، عندك أحمد سمير، عندك كله بسام، كله عندك كله عمرو السيسي يعني الزن على كم لعيب، كم لعيب كلهم مطلوبين؟ لا ما مطلوبين، بس كم لعيب الفري الفري بس لا والفيل وعلي الفيل وعلي الفيل والاثنين من القوام الرئيسي طبعا، كل واحد في مكان طبعاً. مهم جدا طبعا. بسام ده يعني بيمثل شخصية الفريق، حلو الكلمة لأنه كابتن وجدير بالكابتنة، إنسان تحترم تمام، بالإضافة لحارس متميز طبعا، وكان من المفترض أن يكون مكانهم في المنتخب في الفترة دي كان من المفترض أن يكون مكانهم بالأرقام وبالمستوى طبعا تمام، فارق كتير مع الفريق، فارق كتير مع الفريق. الفيل نفس الكلام، عنده 10 كلين شيت ورا بعض بالظبط كده الفيل نفس الكلام. وعاوز اقول لك والزناري تطور بشكل كبير طبعا، عمرو السيسي مقدم موسم استثنائي، لعيب هايل، ده قلب الفريق. نعم. عندي زولا نعم ما شاء الله. وزولا اصلا باك رايت ولا انت؟ انا وظفته، هو طرف وينج رايت وينج ليفت، وانا وظفته في المكان ده وهو بيقوم بيها بشكل كويس جدا. صحيح. جدا. في احمد سمير طبعا يعني حدث ولا حرج في المكان، اكتشاف لرجب عمران طبعا جايبينه من اعاره من سيراميكا، كان بعيد ما بيشاركش، انا متوسم في الولد سيراميكا عجيب. طب انا اقول لك اكتشاف تاني، محمد جابر نعم ده كان طرف يمين نعم. اتوظف في نص الملعب، عنده امكانيات هايله جدا جدا. في الولد الصغير محمد شحاته هو وشيكا، الولد بهاي الاثنين عاملين يعني. فانا عاوز اقول لك انك اللي انت تعبته وبنيته وزرعته جوه اللاعبين لابد انه يكمل. بحسك خايف. ما انا خايف عشان ما يفرطش، لان انت كمدرب عشان تنجح لابد من الثبات الفني. نعم. انك يكون عندك ثبات فني، وخلي بالك ده اللي حصل مع حرس الحدود من 2005 ل 2011. نعم لما بدا اللعيبه تفرط ايه اللي تم؟ لا ما تفرطش. نعم. كان عليه اقبال كبير جدا، احمد عيد، صحيح، عبد الغني. نعم. كان بسيوني، احمد مكي، محمد مكي، انا مش عبد السلام نجاح، هاني سعيد. ايه اللي كان حاصل؟ ان ما كانش حد بيتحرك في الفريق، وبنجيب عليهم عنصر 2 3 4 في الاخر. الكلام ده عمل ايه؟ نعم. عمل ثبات فني، انسجام، انصهار، الولاد بقى في ديناميكيه في العمل، حفظوني استراتيجيه، ابتدت المستوى بتاع الفرقه لدرجه ان اتحول الفريق من فريق وسطي لفريق ينافس على البطولات، بدليل ان احنا انتزعنا 3 كؤوس. نعم. احنا واخدين كاس مصر متتاليين. نعم. مره من انبي ومره من الاهلي، واخد السوبر ثم السوبر. نعم. وبعدين قمه التدويج انك تبقى على قمه الدوري اللي هو النفس الطويل. مزبوط. اللي بيقول مزبوط. اللي هو بيبين معدن الفريق. انت حاسس انه ده لو حصل مع طلاء الجيش هيوصلك لنفس اللي احنا عاوزينه، حتى بالكواليتي بتاع اللعيبه اللي مع التدعيم. لا مع التدعيم بس انا بقول لك. نعم. بالكم. بس انت لما تخسر لعيب زي محمد بسام كل الناس بتقول انه طبعا انا اتفاقه طبعا. انت هنا انت عاوز تقول لي ان يعني بتصطدم بالنواحي الماديه. نعم. نظرا للاغراءات طبعا اللي بتطبق. طبعا واحد طبعًا بيدفع 9 و10 طبعا، وانت ما دفعت هتدفع ايه يعني. طبعا. نعم. طبعا. فاحنا عشان كده انا بقول لك ان احنا لازم هنغير فلسفه داخل المكان على اساس وبما يتناسب برضو بالامكانيات المحطوطه، ما فيهاش مبالغه. نعم.